تمثل قمة المثائل الحيوية التي تنظمها ساندوز مصر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية حدثاً سنوياً يركز على المثائل الحيوية وكيفية زيادة فرص حصول المزيد من المرضى في مصر على العلاجات الحيوية المبتكرة. يأتي ذلك في إطار الخبرات الواسعة وإنجازات الشركة بهذا المجال، حيث تعد ساندوز من الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير وتصنيع المثائل الحيوية. وتشهد الدورة الثانية من قمة المثائل الحيوية حضوراً مكثفاً ومناقشات مثمرة لكافة الأطراف المعنية بالمثائل الحيوية والمسؤولة عن تطويرها واعتمادها وإتاحتها للمرضى، والذين يجتمعون في هذه القمة لمناقشة مجالات تطوير هذا القطاع وفرص التعاون الدولية والتطرق لمناقشة التحديات التي تعيق تطوير المثائل الحيوية وتحول دون توافرها للمرضى على نطاق واسع. ويناقش الخبراء الوضع الحالي للمثائل الحيوية في مصر وإمكانية الاعتماد عليها في علاج العديد من الأمراض المستعصية والمهددة للحياة. ويمكن تعريف المثيل الحيوي بأنه عقار تالي يتمتع بنفس المستوى من الجودة والأمان والفاعلية للعقار المرجعية، وتتيح المثائل الحيوية للمزيد من المرضى الحصول على الفوائد والمزايا العلاجية للأدوية البيولوجية وتحسين جودة حياتهم بشكل كبير، حيث تمكنت الأدوية البيولوجية والتي تمر بمراحل إنتاج معقدة باستخدام الكائنات الحية الدقيقة من تحقيق طفرة حقيقية في العلاج والوقاية من العديد من الأمراض المستعصية والمهددة لحياة المرضى مثل السكر والصدفية والروماتويد واضطرابات النمو والتهابات الجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان. وتتمثل قمة المثائل الحيوية في قدرتها الفائقة على تحسين النتائج العلاجية للمرضى وزيادة معدلات النجاة من المرض، وعلى الجانب الآخر فهي تلعب دوراً كبيراً في تخفيف الأعباء عن كاهل نظم الرعاية الصحية بما يضمن استدامتها، وبالتالي إتاحة الفرصة لتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات صحية أخرى. يشارك في اليوم الأول من القمة عدد من ممثلي الهيئات التنظيمية المسؤولة عن الدواء في القارة الإفريقية من كل من زيمبابوي وتنزانيا وجنوب إفريقيا لمناقشة الدروس المستفادة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تمت خلال الأعوام الماضية في وضع القواعد التنظيمية لتداول ونشر استخدام المثائل الحيوية في دول القارة. من ناحية أخرى، يتباحث ممثلو هيئات تنظيم الدواء الإفريقية حول سبل التعاون الحالية مع مصر والشراكات المستقبلية المحتملة بين هذه الدول، خاصة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للدواء والمستحضرات الطبية في القارة الإفريقية. الأدوية الحيوية دي عملت ثورة في علاج الأمراض الروماتيزمية بما في ذلك مرض الروماتويد المفصلي، مرض التصلب المناعي الفقاري، مرض الروماتيزم الصدفي، عديد من الأمراض فرقت فيها كتير قوي الأدوية الحيوية أو بيسموه العلاج البيولوجي الناس يعني. والعلاج البيولوجي ده موجود بقى متاح في العالم كله من تقريبا سنة 1998، وبدأت تزيد هذه الأدوية الحيوية بشكل مضطرد. الأدوية الحيوية دي إيه الفرق بينها وبين الأدوية العادية اللي كنا بنستخدمها قبل وجود هذه الأدوية الحيوية؟ أنا بمثل ده ببساطة شديدة، لو أنا عندي عمارة، العمارة دي كل دور فيه 4 شقق مثلا وهي 10 أدوار، فيها 40 شقة، في مثلا مية بتخر في شقة من هذه ال40 شقة. الأدوية العادية أنا بقفل المحبس عن العمارة كاملة، أما الأدوية الحيوية أنا بقفل المحبس بتاع المكان اللي بيتخر بس، بينما باقي الشقة بتتمتع بالمية عادي. وبالتالي إحنا بنسميها في الطب بنسميها تارجتد ثيرابي. كلمة ثيرابي يعني علاج، تارجتد يعني هدف، العلاج اللي هو بيخش على يصلح المشكلة التي أدت إلى حدوث المرض. ده بالنسبة للأدوية الحيوية، والأدوية الحيوية دي بالتالي أعراضها الجانبية قليلة لأنها لا تؤثر على الأشياء الأخرى، نمرة 2 كفائتها عالية لأنها بتخش تأثر فقط على المشكلة التي أدت إلى حدوث المرض الروماتيزمي والمناعي. ده انعكس تماما على المريض بحيث أنه أولا السرعة في التغلب على الأعراض المرضية، نمرة 2 التوقف تماما نشاط المرض الروماتيزمي اللي موجود، وبالتالي بينعكس على الأعراض على المريض وقدرته على الحياة بشكل طبيعي.
وطبعا احنا في عصر جديد دلوقتي في علاج الاورام بالذات، وبالذات ان الادويه العلاج الكيماوي التقليدي يقدر نقول ان هو دلوقتي ابتدى يختفي، وابتدى تظهر الادويه الحيويه، ودي بقت مهمه جدا جدا، لان المجموعه دي اللي هي العلاج الموجه بالذات واللي بتشتمل منه الادويه الحيويه دي بقت حاجه اساسيه في علاج المرضى. ليه؟ اثار جانبيه اقل بكتير جدا، مشاكل اقل بكتير جدا، وفي نفس الوقت فعاليه غير عاديه. احنا دايما بنشبه الادويه التقليديه القديمه العلاج الكيماوي زي القنبله لما بتخش على الورم بتفجره، فبتموت الخلايا السليمه الطبيعيه وبتموت الخلايا المريضه، انما العلاج الموجه بالذات ده بتوجه للخلايا اللي فيها المشكله وبيقدر يقضي عليها ويموتها تماما، وده بيبقى الاثار الجانبيه بتاعته اقل، ما بيموتش غير الخليه المريضه فقط لا غير، وكمان مشاكله اقل، والحاجه الاهم من كده ان هو نتائجه وفعاليته بتقدر توصل في بعض انواع الامراض لاكثر من 100% شفاء تام للمريض في فتره زمنيه صغيره جدا وبأقل آثار جانبية ممكنة. وطبعا الكلام ده كله بقى دلوقتي في جميع الاتجاهات العالمية والاتجاهات الأمريكية والأوروبية، لأنه ده اللي بقى أأمن وسيلة لعلاج المرضى. بالنسبة لفارق الأدوية المثيلة بالنسبة للأدوية الحيوية، طبعا كل الأبحاث اللي جرت والأبحاث السريرية والتجارب السريرية أثبتت إن مفيش أي فرق خالص يوجد بين الأدوية المثيلة والأدوية الحيوية الأساسية، وده طبعا عن طريق التجارب الكبيرة اللي تمت وعدد المرضى اللي تمت عليهم التجارب دي. وحاجة تانية مهمة كمان، إن كمان الجمعيات الأوروبية والأمريكية أوصت باستخدام هذه المثائل في علاج المرضى بأمان، وأدت كمان أنها بقت موجودة في الخطوط الأساسية للعلاج، أن الأدوية المثيلة تعادل وبالضبط وتماثل الأدوية الحيوية اللي احنا بنستخدمها، وده طبعا فرق جامد جدا 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 مع المرضى، لأن انت كده بتدي دواء آمن زي نظيره الأوروبي والأمريكي اللي بياخده بالضبط بدون أي أثار جانبية، وده طبعا هيزود الفايدة المرجوة للشفاء ويزود معدلات الشفاء للمرضى. النهاردة من الأيام اللي بتهمنا جدا ان احنا بنشتغل لجزئية مهمة جدا، سيكتور كبير في مصر اسمه الأمراض المناعية. الأمراض المناعية وعلاقتها باقتصاديات المستقبل دي حاجة مهمة جدا، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم كله. أهم حاجة بنتكلم عليها هو العلاقة ما بين الأدوية اللي بيسموها الأدوية الحيوية والمثيلات الحيوية وبعض الأمراض المناعية. دي أدوية بتستهدف العلاج المناعي للأمراض ديت، مثل القولون التقرحي ومرض كرونز. الدراسات بتقول إن الأدوية البيولوجية ديت والمثيلات البيولوجية عندها ميزتين: أولاً هي أقوى في التأثير ومتماثلة في درجة الأمان بالأدوية العادية أو التقليدية. إذا أنا قدرت أعمل حاجتين مهمين جدا، أحافظ على درجة الأمان اللي بتهم مريض، بس كمان أوصل لدواء ذو تأثير أقوى منه. وبالتالي كانت منظمة الصحة العالمية لازم تعترف بأهمية الأدوية ديت، الأدوية المناعية والمثيلات البيولوجية ديت لازم كمان تتوفر للمرضى دول. عند الكلمة دي وكان لازم نبدأ نقول طب هنوفر ازاي، لاننا عندنا عائق بيسموه العائق المادي، مش في مصر بس، في العالم كله، والدراسات بتقول ان القصة دي مهمة. طيب ايه تاني؟ كان لازم نفكر في طريقة بالنسبة للعلاج البيولوجي او العلاج الحيوي ده يقدر يسيطر على التكلفة، عشان ثلاث حاجات: اتيح عدد اكبر من المرضى يتم علاجهم، ما اخرش العلاج، كمان اوصل لتارجت، اوصل لهدف معين، ان انا اخلي المريض يعيش حياة طبيعية، ينتج ويتزوج ويلعب رياضة وما يغيبش عن شغله، ولو طالب ينجح ويعدي حياته عن طريق هذه الأدوية. وبالتالي جت المثيلات الحيوية عشان تلعب الدور. تلعب الدور في ايه؟ ان بالكلفة العامة اللي نزلت بنسبة كبيرة جدا قصاد الدواء الريفرنس او اللي بيسموه المرجعي قلت كتير، وبالتالي اعادة توزيع التكلفة. يعني ايه اعادة توزيع؟ يعني هعالج عدد اكبر ومش هأخر علاجي، وكمان هبقى مستديم، اقدر اوفر لفتره طويله. وده كان على طول مقابله اعتراف هيئات الدوائات الادويه الاوروبيه والامريكيه بدخول الادويه الحيويه والمثيلات الحيويه بالادق في البروتوكول العلاجي. انا اول ما نتكلم هنبتدي نتكلم عامه على العلاج البيولوجي، لان العلاج البيولوجي الفتره اللي فاتت دي عمل تطور وطفره كبيره جدا في علاج المرضى. علاج البيولوجي لما تم إضافته للخطة العلاجية اللي هي كانت تقليدية العلاج الكيماوي، ابتدى يزود فرص ونسب شفاء المرضى الموجودين في الأورام. في بعض الأورام اللي كانت قبل كده ما كانتش نسب الشفاء جيدة، وده اللي خلى منظمة الصحة العالمية تحط الأدوية البيولوجية دي في قائمة الأدوية الأساسية اللي بترشح الدول انها تحطها في دستور الأدوية بتاعها. طيب بعد
فترة من الوقت في حدود 20 أو 25 سنة يفقد الدواء براءة الاختراع بتاعته في مصانع تانية تقدر تنتجه، فبيسموا ده المثيل الحيوي. طيب ده مهم جدا في ايه؟ مهم جدا ان الطفرة اللي عملها العلاج البيولوجي للأسف كان فيها مشكلة، لان العلاج البيولوجي عشان البحث والتطوير بتاعه ولان تصنيعه معقد جدا غالي جدا، فكان ده بيمثل مشكلة كبيرة في عدد العيانين اللي يقدروا يحصلوا عليه وإتاحته للمرضى في الوقت المناسب للعلاج، لأن في أمراض كتيرة جدا من اللي احنا اتكلمنا عليها مهم جدا اللي انت توفر الدواء في الوقت المناسب لما العيان يبقى لسه في مراحل متقدمة من المرض. لو هنتكلم على أدوية العلاج البيولوجي اللي هي بتكون مهمة جدا وأدوية حيوية جدا للمرضى الأمراض المناعية والأمراض الروماتيزمية، كمان الأورام ومرضى الجهاز الهضمي اللي عندهم مشاكل مناعية، أمراض العيون، أمراض الجلد زي الصدفية، كل دي أمراض محتاجة أدوية مناعية. معروف أن أدوية العلاج البيولوجي تكلفتها عالية جدا لأن التقنية بتاعتها عالية والكفاءة بتاعتها بتكون مرتفعة جدا. طيب بعد انتهاء المدة بتاعت اللي هي بنقول عليها البيتنسي أو اللي هي الملكية الفكرية للشركات الأصلية، ده بيتيح لبعض الشركات زي شركة ساندوز أنها تنتج الأدوية اللي بنقول عليها أدوية مثيلة. الأدوية دي اللي هي البايوسيميلرز، الأدوية دي بتكون بتكلفة أقل. طيب هي بتتم إزاي؟ بتتم بأن هو بيتعمل عليها تجارب في الأول قبل ما بيتم السماح بيها، تجارب سريرية وتجارب معملية، وبيطلع بيها نتائج. التجارب دي بتقعد سنوات طويلة، بتنتج في الآخر أدوية التكلفة بتاعتها أقل كتير والكفاءة بتاعتها المفروض أنها تكون زسيم، يعني مطابقة تماما للأدوية الأصلية. طيب أنا هستفاد إيه لما تكون البيوسيميلرز دي متاحة بالنسبة لي في السوق المصري؟ ده هيقلل الضغط على المنظومة الصحية لأن التكلفة هتكون أقل، فبالتالي هيسمح لي أن أنا أدي قاعدة أكبر لعدد أكبر من المرضى، وبدل ما كنت بتيح الدواء ده لعدد قليل لا هيزيد العدد، وفي نفس الوقت بيتيح لي أن أنا بدل ما أبدأ الأدوية دي مع مرضى في حالات متأخرة الحالات السيفير، لا أنا هقدر أدي الفرصة دي لعدد أكبر من المرضى في الحالات المتوسطة ونمنع تدهور الحالة لغاية ما توصل للحالات المتأخرة. المسألة الحيوية بيتم اعتمادها من المنظمات الصحية العالمية زي وكالة الأدوية الأوروبية وزي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وده طبعا بيتم طبقا لمعايير تنظيمية صارمة، ومش بيحصل إلا بعد إثبات إن المثيل الحيوي ده مقارنة بالدواء الحيوي المرجعي بيقدم نفس درجة الكفاءة والفعالية والأمان. في الحقيقة احنا هنا بنشتغل على عدة محاور، أبرزهم إن احنا بنشتغل مع مقدمي الرعاية الصحية ومع الأطباء ومع أيضا الجمعيات العلمية عشان نبتدي ننشر الوعي عن أهمية المسائل الحيوية، وده طبعا ده مش جاي من فراغ، لكن ده جاي إنه الأدوية الحيوية عموما أو البيولوجية عملت طفرة كبيرة جدا علمية في علاج عدد كبير من الأمراض المستعصية زي أنواع سرطانات كتيرة منها سرطانات الدم، أمراض المناعة الذاتية زي الروماتويد والصدفية وغيرهم. لكن التحدي الكبير اللي بيقابل معظم أنظمة الرعاية الصحية في مختلف بلاد العالم هي ارتفاع التكلفة بتاعة العلاج بالأدوية الحيوية دي، وهنا بيجي دور المسائل الحيوية، لأن زي ما قلت لحضرتك هي بتتقدم بسعر أقل بشكل واضح، وبالتالي بتدي فرصة أكبر لعدد أكبر من العيانين إن هم ياخدوا الأدوية الحيوية دي وإيفن في مراحل مبكرة من العلاج. مش بس كده، لكن كمان بتقلل بشكل واضح جدا العبء اللي محطوط على ميزانية الرعاية الصحية، وبالتالي نقدر نساعد في إعادة توفيق، يعني إعادة توجيه النفقات وتغطية أمراض أخرى. هيئة الشراء الموحد تم إنشائها بقانون 151 لسنة 2019، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء هيئة الشراء هو توفير التكنولوجيا الطبية اللي هي بتشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والكواشف المعملية وكمان الأجهزة الطبية. الحقيقة توفير هذه التكنولوجيا الطبية بيعتمد على استخدام الأدلة العلمية لتقييم هذه التكنولوجيا وتوفيرها بالسعر العادل. توفير التكنولوجيا بالسعر العادل بيتيح توفيرها لأكبر عدد ممكن من المرضى في كل القطاعات الحكومية بالدولة. كمان اتساقا مع رؤية مصر 2030 بتقوم هيئة الشراء مش بس بالعمل على توفير هذه
التكنولوجيا الطبية في الوقت الحاضر، لا كمان بتعمل على استدامة توفيرها في المستقبل لكل قطاعات الدولة من أجل تحقيق الهدف بتاع إنشاء التأمين الصحي الشامل.